معك في اللين والشدة ومن حلمه بدون حدود بنا رغم الوجع مجدة معك يا صاحب المجهود معك في اللين والشدة ومن حلمه بدون حدود بنا رغم الوجع مجدة وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة الإصلاحية هي لإعادة وتأهيل وإصلاح السجناء في جميع السجناء الذين دخلوا السجن على ذمة جرائم أو ذمة ديون أو عدة صنوف التهم الملقاة عليهم. في مجموعة من المساجين عليهم ذمة ديون غارمين عاجزين عن سدادها، يعني في أعمال قاموا بها في الخارج وتورطوا في ديون بحكم ارتفاع العملة ومشاكل البلد بالسياسية والاقتصادية وادخلوا إلى السجن على ذمة حقوق خاصة وعلى ذمة ديون. وفي بعض السجناء عليهم دية قتل غير عمد. في كثير من السجناء يعني مودعين في السجن لأكثر من كذا أكثر من سنة على ذمة مبالغ بسيطة وعلى ذمة مبالغ مالية يعني قليلة في نظر الكثير لكنها كبيرة بالنسبة لهم، عاجزوا عن تسديدها. بدأت مشروعي أول أبيع واشتري في العسل، والحمد لله في البداية مشت الأمور معي تمام وحصلت منها مكسب في البداية. فلما جات الأوضاع هذه الحين حق الحرب ونزول الصرف وارتفاع الصرف فحصل معي يعني عجز ودين لبعض من تجار العسل، وجاءوا يطالبونا بفلوسهم فما قدرت أسددهم وحبسونا للسجن، دخلونا السجن. كنت أشتغل في ورشة حبيبيارة وماشيين الحال ويا المكتوب والقضاء والقدر، وأنا ماشي في السيارة شوية راح التوازن علي وعمل في الحادث راحوا اثنين توفوا والحمد لله. حكم علي القاضي بالديه 4,600,000 ولحد الآن عاد ما أراد الله الفريق ما قدرت أسدد. الحياة صعب والوضع صعب، الأهل ما باليد حيل. بالنسبة للإصلاحية هنا ما فيش أعمال فيها تمارس لكي تدر دخل على المسجون له ولأسرته في الخارج، ولكن إن شاء الله سنسعى للتطوير وإقامة مشاريع تعيد بالنفع على الإصلاحية نفسها وعلى السجناء بالذات لكسبهم مثلا مبالغ مالية يعيلوا أنفسهم ويقدروا منها يسددوا ديونهم. يعني حاليا نحن في الضعف عدد السجناء داخل الإصلاحية المركزية في الفرع الوادي والصحراء. طبعا الطاقة الاستيعابية هي للسجن يعني تقدر إلى 120 أو 150 سجين، فهذا يشكل علينا عبء كبير من ناحية فرز السجناء عن بعضهم البعض. السجن ما أسوي شيء، يعني جالس
لا قدرت أعين أهلي، لا قدرت أعين نفسي، فصعب أن أسدد المبلغ وأنا في السجن. برضو يعني للأسف في السجن ما في لا أعمال، ما في شيء يعني يشغلك. بس وقت من العصر إلى المغرب أجلس أقرأ قرآن، بعد صلاة الظهر لين الساعة 2 كذا برضو أقرأ قرآن. الحمد لله يعني من أول ما دخلت وأنا على الحال هذا وحفظت القرآن خلال الفترة هذه كلها، الآن لي سنة وشهر يعني حفظت القرآن فيها. قضي اليوم هنا لا شغل لا مشغلة، عاد معنا قليل وقتها قليلة نذكر الله فيه ندخل المسجد، والآن 4 سنين كذا هذا عمر. أتمنى إنه الإصلاحية إنه يكون في عمل في السجن بحيث إنه يعني الواحد يشغل نفسه به، وبرضه يعني دخل يكون يعيلك ويعيل أهلك، وإن شاء الله إنه يعني يتوفر هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سوف تتعلمون مهنة تجعلكم أقوى، حيث تبدأون حياة جديدة ومختلفة. سيقيم برنامج حيث الإنسان، فرن متعدد المهام لمن أراد أن يعمل فيه، ولتصل منتجاتكم إلى كل مكان. مبارك عليكم المشروع. صاحب المجهود معك في اللين والشدة. بالنسبة للمشروع المخبز هو بيعود بالنفع أولا على الإصلاحية نفسها، يخفف علينا العبء من شراء الخبز اليومي للمساجين، يوفر علينا في هذا الجانب. الثاني الفائدة منه أنه بيعود بالنفع على المساجين أنفسهم، على بعض المساجين الذين سيمارسون الشغل في المخبز، فيحصلوا لهم مبالغ مالية اللي تعينهم وتسدد ديونهم. الأمل الآن ينور دربنا وأكثر، وحيثك أنت يا إنسان يكون إنجازنا أكبر، وما زال الأمل الآن ينور دربنا وأكثر. غالبا ما يتدخل برنامج حيث الإنسان في الشخصيات بطننا الملهمة اللي تقدم خدمة مجتمعية للناس وهي في ظل ظروف صعبة. في هذه المرة احنا تقريبا قدمنا مشروع فريد من نوعه، أو مشروع متميز عن باقي المشاريع. قدمنا في هذا المشروع اللي هو عبارة عن مخبز السجناء. الهدف منه إن احنا نمكن السجين من مهنة الخبز، أيضا صناعة المعجنات، وقمنا هذا من خلال عمل أو بناء مخبز داخل إصلاحية السجن. المخبز هذا مكون من فرن، أيضا بالإضافة إلى غرفة صناعة المعجنات اللي من خلالها بيصنعوا مجموعة من المعجنات ويتعلموا صناعة أيضا المعجنات، أيضا توفير كافة الأدوات والمستلزمات اللي يحتاجها السجين عشان يصنع هذه المعجنات ويقوم بإعداد الخبز. طبعاً الكمية اللي بيتم إنتاجها في هذا المخبز بتعمل بشكل كبير على تغطية احتياجات السجن نفسه والسجناء.
المشروع مر بعدة مراحل، كان بداية وعلشان نضمن استدامة مخرجات المشروع واستمراريته لتطرقنا لعمل لجنة مجتمعية. تعمل هذه اللجنة على الإشراف أو الرقابة على هذا المشروع، لأنه باعتبار أن احنا أقمنا مشروع حساس، يعتبر حساس في منطقة أيضا حساسة. لما نتكلم على جانب الأمن لازم يكون في بعض الإجراءات اللي تساعدنا إن إحنا نضبط السيستم أو النظام بحيث إنه نوصل إلى الفائدة المرجوة أو الهدف المرجو. هذا الاجتماع للجنة المجتمعية لمشروع مخبز الحرية بالسجن المركزي لديمومة استمرارية المشروع، لأن حبينا إن إحنا نجلس معكم نوضح لكم الأدوار اللي ممكن تساهموا فيها بلس ساعدونا أنتم مقترحاتكم كيف. طبعا الشكر اولا لله سبحانه وتعالى، ثم نشكر برنامج حيث الانسان النسخه الخامسه على توفيرهم مشروع المخبز للسجن، وان شاء الله يعود بالنفع للسجناء، ونتمنى منهم مزيدا من الدعم ومزيدا من المشاريع التي تعود بالنفع على السجناء اولا وعلى الاصلاحيه ثانيا. إنجازنا أكبر وما زال الأمل للآن ينور دربنا وأكثر، وحيث كنت يا إنسان يكون إنجازنا أكبر، ورغم فيك ما يكفيك من قهر الزمان المر، لكننا أمنا فيك وجودك للنجاح السر، ورغم فيك ما يكفيك من قهر الزمان المر، لكننا أمنا فيك وجودك للنجاح. إن شاء الله نأمل أنه من خلال مخبز الأمل نساهم في تأهيل مجموعة من السجناء على مدى 5 سنوات القادمة، بالإضافة إلى خروج مجموعة منهم من السجن بعد سداد ديونهم، وهذا هو الهدف الأساسي من كل ما من كل مراحل المشروع أو جهود المشروع. ننسى القهر والقسوة ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة، ننسى الهم يوم راح، ننسى القهر والقسوة ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة.